ونشوف دلوقتي الغربال فقط تقدير مستحق. كل اللي قاله المهندس عدلي أخذا بالأسباب تحققت نتيجة رائعة جدا، ضربت أكتر من رقم قياسي مهم جدا، برهنت عن استعادة الأهلي شخصية البطل. قبل ما نستعرض كل ما في الغربال نشوف كيف تناولت صحف مصر وجنوب أفريقيا والمغرب العربي فوز الأهلي على الوداد في الدار البيضاء في هذا التقرير. احتفت الصحف المصرية بالفوز المهم للأهلي على الوداد بهدفين في ذهاب الدور قبل النهائي لدور أبطال إفريقيا، والأداء الممتع للشياطين الحمر في المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وكتبت صحيفة الأخبار: الأهلي الرهيب يصعق الوداد في كازابلانكا ويدق أبواب النهائي. واتفقت معها الأهرام في تألق البارد الأحمر وكتبت: الأهلي قال كلمته في الدار البيضاء. ولم يختلف الأمر في الأخبار المسائي وقالت: حلم التاسعة يقترب، الأهلي يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بثنائية أفشة ومعلول في الوداد. فيما زادت المساء في وصفها للأداء الجمالي للأهلي وقالت: الأهلي أبدى وزاد وأسقط الوداد. وفي الأهرام المسائي: الأهلي عاد لينتقم، قهر الوداد بهدفي أفشة ومعلول واقترب من نهائي دور الأبطال. وكتبت اليوم السابع: الأهلي يضع قدما في نهائي إفريقيا بثنائية نظيفة في الوداد بالمغرب. وقال يلا كورة: الأهلي يفرض نفوذه على الوداد ويعود من كازابلانكا بتقدم رائع نحو أميرته. وفي المغرب وصفت وسائل الإعلام المغربية فوز الأهلي بلعنة الفراعنة وسقوط الوداد. وقالت صحيفة المنتخب: لعنة الفراعنة تصيب الوداد أمام الأهلي. وقال موقع 360 رياضة: الأهلي يسقط الوداد ويقترب من نهائي دور الأبطال. فيما تحدث موقع البطولة عن تعثر الوداد وكتب: الوداد يتعثر أمام الأهلي ذهابا على أرضه ويعقد من مأموريته إيابا. واحتفت صحف جنوب إفريقيا بالإنجاز الشخصي لموسيماني في أول ظهور له مع الأهلي في دور أبطال إفريقيا. وعنونت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية عبر موقعها الإلكتروني: موسيماني يصنع التاريخ في كازابلانكا. شوف يا عزيزي إبراهيم، كله بني تعليقاته على أساس أن مباريات الذهاب زي زمان، مباريات الذهاب والعودة. أنا رأيي الموقف دلوقتي مختلف قوي. ليه؟ أنت بتلعب في ملاعب في جنوب أفريقيا، فهتلاقي الملعب هنا كويس وهنا كويس، أدي الأرضية. طيب عنصر الأرض المغرب، تقصد المغرب؟ أنا قلت إيه؟ آه جنوب أفريقيا. المغرب والقاهرة، إذن الملاعب جيدة. يبقى العنصر اللي كان بيرجح الجماهير، هنا مفيش جماهير وهنا مفيش جماهير. مسألة ان انت برا ارضك ما بقتش بالشكل التقليدي بتاعتها. ولذلك انا احذر تماما وموافقك لا شيء بعد ان يعني العودة، هو المغرب مش هيجي يلعب برا ارضه، على نفس المسألة هيلعب في ملعب جيد بلا جمهور. فعلينا نفس الظروف اللي لعب فيها، علينا ان نحذر، لان برضو يعني التوفيق مهم جدا جدا جدا. ويا ما شفنا السنه اللي فاتت اياكس وريال مدريد مغلوبين في ملعبهم 2-0، كسبوا وقاع كتير حتى مع المغرب. والزمالك كسب الرجاء في البطوله العربيه 2-0 وخسر هنا 3-0. كثير ما تحدث. اذا علينا، وكلام اللي بقوله ينفع للزمالك برضه، ما ينفعش ان احنا نهدى على النتيجه. هو خطوه في شوط اول جيده تخلينا نقدر نختار تكتيكيا وتشكيليا بشكل يوظف الهدف الاسهل. دلوقتي الهدف الاسهل قوي انك ما تخسرش، ما يخشش في الجوان هنا،
ثم ما تخسرش. إذن لو تحقق هذا أنت هتحقق الهدف أنك تلعب في النهائي بهلال حلاني.